اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. تعالى. عندك حبان ومستكه؟ ايه ومات، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ هو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكل. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه مغفل. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا قله الادب دي؟ اه انا بصبصت لها وانا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حسن وقعت في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يطلع فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه واديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روح بلا هبل، يلا امشي. احنا بنربي هنا فران وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. الهي ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي ولية مجنونه. بره بتقول رجل عفريت. بره. تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. مطلع ما يقص صاحبه. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتلفق في ايه قطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زيي، هتنفخر بيا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجروا له العربية. يجروا له العربية ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. قومي.
قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحة يا مراد خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله، أنا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار، أنا بقول لك أهو، قوم فيك أنت وهو، قوم يا خالي أنت كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة إيه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة إيه؟ هي بلدنا اسمها طماط. لكن هنا اسمها قوطة. خلاص أنت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب أقول لك إيه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني بإذن الله. أنا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. او كده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجري ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه شاي تقيله يا ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى ايه اللي أخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الداهيه. يا ولد